السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص تصحيح امتحانات الوطنية. إذا اليوم إن شاء الله سنستأنف تتمة في الجزء الرابع لتصحيح امتحان الوطني 2019 مع التمرين الرابع، واضح، الخاص بالوحدة الثالثة استعمال المواد العضوية وغير العضوية اللي كنقولوا لها النفايات. مزيان، إذا نبداو على بركة الله. باش كيتميز التمرين هذه، اول حاجه كيتميز من طبيعه الحال بالكم ديال المعلومات، لا من حيث المعطيات لا من حيث الوثائق، واضح. طبيعه الحال ضروري هناك اشكاليه من طبيعه الحال كتكون موضوعه من طبيعه الحال في التمرين، خاص التلميذ من طبيعه الحال يندمج من طبيعه الحال ضمن طبيعه الحال المشكل المطروح في التمرين هذا، ويحاول من طبيعه الحال بالمهارات ديالو انه يحل المشكل المطروح، واضح، من خلال الاجابات ديالو على الاسئله، مع احترام من طبيعه الحال المنهجيه ديال الاجابه على الاسئله. اذا هادشي كامل غنتعرفوا عليه من طبيعه الحال وغنتعلموه خلال هذه الحصه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. عرف خليج اكادير المطل على سهل سوس بجنوب المغرب تطورا مهما وسريعا لزراعه حديثه موجهه للصناع، رافق هذا التطور استعمال مكثف للمبيدات اجل حمايه المزروعات ورفع المضغوط الزراعي. لحد الان كل شيء مزيان، كل شيء بخير، حنا بغينا نزرعو عادي جدا وبغينا نطور المزروعات ديالنا، ولكن كنستعمل المبيدات. لا شك اننا غنضروا بالبيئه وصحه الانسان، غير ان استعمال هذه المبيدات الحق ضررا بالبيئه وصحه الانسان، ها اللي قلنا. يلا نكملوا. قصد تقييم درجه التلوث بالمبيدات المستعمله في المجال الزراعي بخليج اكادير، انجز باحثون مجموعه من التحاليل الكيميائيه على عينات من المياه أخذت من محطتين S1 و S2 في الوثيقة واحد، كل شيء واضح، غنشوفوا بعد قليل، وذلك على امتداد سنتين 2009 و2010، يوضح مبيان الوثيقة 2 نتائج المحصلة. مزيان. إذا لدينا ملحوظة مهمة في ملحوظة، ركزوا الشباب بزاف في الامتحان الوطني على الملحوظة اللي كتعطى في مختلف التمارين، ماشي غير التمرين هذا. عرف سهل سوس سنة 2010 نشاطا فلاحيا مكثفا بفضل تساقطات المطر المهمة. مزيان. إذا نمشوا للوثائق الشباب. وثيقة واحد كما كتشوفوا امامكم عندي خريطة، مزيان، شنو كتمثل؟ كتمثل محطتين، اوكي، محطة S1 والمحطة S2، مزيان، سيدي بولفضيل، واضح، بجوانب من طبيعة الحال واد ماسة، وعندنا S2 أنزا، واضح، أكادير واد سوس، مزيان، كيف ما كتشوفوا في S1 هي محطة، واضح، كتنتمي لمنطقة زراعية، من خلال من طبيعة الحال المفتاح، اوكي، هنا، مزيان. الوثيقة 2 هي عبارة عن مبيان، واضح، يمثل تغير منحنيين، واضح. تركيز المبيدات في الماء بدلالات من طبيعة الحال فصول سنتين، عندي سنة 2009 وسنة 2010، مزيان. هنا عندي المنحنى من طبيعة الحال المتقطع يمثل مصب واد ماسة يعني المحطة S1، عندي المنحنى المتصل يمثل شاطئ أنزار المحطة S2. دونك شباب نعرف نقرا الوثيقة ديالي مزيان، وهذا كيسهل عليا من طبيعة الحال أنني نتحرى الجواب بأدق التفاصيل، صافي يا شباب، مزيان. يلا السؤال ماذا يقول؟ لاحظ، اولا باستغلالك للوثيقتين 1 و 2، صف تطور تركيز المبيدات على مستوى المحطه S1 خلال فصول سنه 2009 و 2010، علينا يعني عندنا نقطه. اذا كنت تنميت بلي استاذ باستغلالك للوثيقتين، واش نمشي نعتمد على الوثيقه اللاحظ في هذاك الشيء بطبيعه الحال اوكي كيتناقش فيها عاد نمشي نجاوب، ولا كيفاش؟ بناء على طبيعه السؤال وطبيعه الوثيقه، واضح. مثلا باستغلال الوثيقتين يعني اعتماد على الوثيقتين واحد وجوج، ماشي شي وثيقه اخرى، غنوصفوا يعني عندنا امر مباشر، واضح، فين طبيعه الحال كنلقاو هذه العمليه اللي كيسولوا على التلاميذ بزاف، اسئله مركبه. كيفاش اسئله مركبه؟ غنشوفوها حنا جايين غنتعرفوا عليها. اذا صفر تطور تركيز المبيدات على مستوى المحطه S1 فقط، دو على S1 ماشي S2. اذا كما كتشوفوا المحطه S1 جات في منطقه زراعيه، يعني غتعرف استعمال المبيدات، متفقين شباب؟ مزيان. اذا شوفوا معايا مزيان، اس ا هي طبعا اللي كتمثل باش بالمنحنى المتقطع، واضح. خلال سنه 2009 كانت القيم كانت تركيز المبيدات منخفض الشباب، كانت تركيز المبيدات منخفض، واضح، ولكن مباشره مع بدايه الشتاء 2010 ارتفع بشكل ملحوظ تركيز المبيدات، بعد ذلك انخفض، واضح، ارتفع الى واحد القيمه ديال كتفوق 300 نانوغرام، في حين انه قبل طبعا 2009 ما كانش فيته ولا وصلت تقريبا 50 نانوغرام، متفقين شباب؟ مزيان. استاذ واش نحاول انا في الوسط ديالي ندخل القيم ديالي؟ دخل القيم، واضح، ديال المتغيرات، متفقين شباب؟ ولا ما دخلش القيم ديالي بناء على طبيعه الوثيقه كتختلف، بعض الوثائق ما دخلتش القيم ماشي مشكل، يجوز، سؤال مقبول لان الوصف صحيح ودقيق، واضح، وكتجاوب به السؤال، متفقين متفقينش؟ ولكن هناك بطبيعه الحال بعض الاسئله في بعض الوثائق ضروري بطبيعه الحال من اغفاق الجواب ديالك بالقيم في الوصف بالضبط. جميل، اذا الان فهمنا السؤال،
ناخذوا بالاعتبار طبيعة الحال جواب معتمد سابقا كيف ما كتشوفوا امامكم. مزيان، الان شباب تقرا السؤال الاول. باء، قارن درجة التلوث بالمبيدات في المحطتين S1 و S2 خلال فصول سنة 2010. إذا سؤال مقارنة وسؤال بسيط بكل صراحة وبسيط، صافكين يا شباب؟ مزيان. إذا المقارنة كيف ما كتشوفوا من طبيعة الحال خلال فصول سنة 2010، صافكين؟ بالضبط في S1، في المحطة S1 كان ارتفاع ملحوظ، واضح؟ بالمقارنة مع ارتفاع طبيعة الحال النسبي، متفقين؟ في المحطة S2، متفقين شباب؟ إذا درجة التلوث من طبيعة الحال دابا قارناها، واضح؟ طيلة الفصول ديال سنة 2010، لاحظتي أنا دويت على سنة 2010 احتراما السؤال، السؤال هو قال لي دوي على سنة 2010. التفسير كيفاش غنفسروا؟ اختلاف ملاحظ. شباب ديك الملاحظة اللي عطاونا، أش قالوا لنا في سهل سوس 2010؟ عارف النشاط الفلاحي مكثفا بفض ماذا؟ التساقطات المطرية. ورد معايا البال. ديك التساقطات المهمة ديال سنة 2010 واضح، الاستقبلات طبيعة الحال المحطة ديال المياه واد ماسة، واضح؟ تحملات بزاف بالمبيدات مستعملة بطبيعة الحال في ديك المنطقة، وبالتالي هي اللي ساهمت بطبيعة الحال في الرفع من التلوث، متفقين شباب ولا لا؟ هذا هو المشكل المطروح، واضح؟ واضح بطبيعة الحال من خلال الملاحظة، هذا هو الدور ديال الملاحظة، واضح؟ هكا فاش كتساعدنا الملاحظة، إذا التفسير لحد الآن واضح وفي المتناول ديالنا، مزيان، ناخذوا بعين الاعتبار أيضا الجواب معتمد سابقا، كيف ما كتشوفوا أمامكم في الشاشة. اذا الان شباب نكملوا التمرين ديالنا، يلا. من اجل تحديد درجه تلوث بعض الكائنات الحيه البحريه على مستوى خليج اكادير بنوع من المبيدات يسمى اندوسيلفون، تم تتبع تركيزه في انسجه بلح البحر وخويه ثنائيه الصدفه تتغذى تلقى من ترشيح مياه البحر. اذا هي كائنات كتغذى من ترشيح مياه البحر، وانتبه متفقين، بلح البحر كما كنقولوا لي بالدارجه بزرق، بشاطئ أنزا على امتداد فصلي الصيف والخريف سنة 2010. تقدم الوثيقة 3 النتائج المحصلة، مزيان. الوثيقة 3 عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جدول يمثل ماذا؟ يمثل الفصول صيف 2010 وخريف 2010. عندنا مكونين، تركيز المبيد في مياه الشاطئ ديال أنزا وتركيز المبيد في أنسجة بلح البحر. ما تنساوش قلنا على بلح البحر شنو قلنا عليه في المعطيات؟ قلنا عليه بأنه كيتغذى رد البال من ترشيح مياه البحر. اذا مياه البحر كانت ملوثه تهو غيتلوث مباشره. دابا اش كندير؟ كنحاول نحلل المعطيات ديال الوثيقه ديالي. علاش الاستاذ كدير بحال هكا؟ باش يسهل عليا انني نجاوب، واضح؟ كنحاول نتسلح الجواب، متفقين؟ ما نخليش الجواب هو يعيقني ويعيق عمليه من طبيعه الحال التفكير ديالي وياثر عليا ويمتص الجهد ديالي والوقت ديالي، متفقين شباب؟ وركز معايا. اذا نمشيو مباشره للسؤال الثاني. ماذا يقول؟ اعتمادا على معطيات الوثيقة 3، قارن تركيز المبيد في مياه شاطئ أنزا بتركيزه في أنسجة بلح البحر. خلال فصلي الصيف والخريف من سنة 2010. ساليتي؟ لا، ثم فسر فقط الملاحظ، ما نزربش بشوية عليا، باش ندير المقارنة البسيطة، متفقين؟ إذا في صيف 2010 شنو وقع في التركيز؟ كان في تركيز المبيد في مياه الشاطئ كان 0.80، ولكن في الأنسجة ارتفع ولا 1920. هذا الشيء في صيف 2010. وفي خريف 2010 شنو وقع؟ كان تركيز المبيد في مياه الشاطئ 0.32، ولكن ارتفع في بلح البحر 985. اذا هنا المقارنه، خديت دابا النص النقطه ديال الجواب ديالي وهذا السؤال، بقى لي تفسير فسر الفرق الملاحظ. اذا كاين فرق، شنو هو الفرق؟ شنو هو التفسير ديالو؟ التفسير ديالو هو التغذي بطبيعه الحال، واضح؟ هو التغذي او عمليه التغذي او علاقه التغذية بطبيعه الحال، واضح؟ من طرف بلح البحر. بلح البحر هو كائن حي بحري، يعني بكل بساطه كيتغذى على ترشيح مياه البحر، واش كيؤدي تراكم المواد ديال ديك المبيد، واضح، في الانسجه ديالو، وبالتالي كيرتفع التركيز ديالو في الانسجه ديالو. هذا هو التفسير، واضح؟ اوكي شباب. اذا ناخذوا بالاعتبار الجواب المعتمد سابقا كما كتشوفوا، مزيان. اذا نتمم واضح التمرين ديالنا شباب. الان بحثنا الحلول البديله لحمايه الانظمه البيئيه من الاثار السلبيه للمبيدات المستعمله في المجال الزراعي. قام باحثون بتتبع تأثير طريقتين مختلفتين لمعالجة ضد الحشرة القرموزية المضرة بشجر البرتقال. مشكل مع الحشرة هذه كتأثر على الأشجار، اش غنديرو؟ كاين طريقتين اللي يعتمدوا البيولوجيين. الطريقة الأولى ترتكز الطريقة الأولى على استعمال المبيد الحشري DDT بالنسبة لعينة أولى من أشجار البرتقال، مزيان. الطريقة الثانية اش دارو؟ ترتكز الطريقة الثانية على استعمال حشرات تتغذى على الحشرة القرموزية.
كيسميو المكافحة البيولوجية هذه، بالنسبة لعينة ثانية من أشجار البرتقال، وتقدم المتعارف النتائج المحصلة. فهمت دابا الطريقتين؟ الطريقة الأولى هي اصطناعية، هي كيسميو في المبيد، طريقة ثانية طبيعية، أي حرشوا عليها حشرة أخرى غتاكلها، يعني علاقة غذائية، وهذا غتفترسها وتغدى عليها وتهنينا منها. الوثيقة أربعة شباب شنو كتمثل؟ الاعتبار ما قراش الأسئلة، ماشي الوثيقة أربعة، نشوف شنو واقع فيها، ماشي السؤال، باش كما قلت سابقا يسهل عليا كيفاش نجاوب. إذا الوثيقة أربعة ديالي كيف ما كتشوفوا شباب، اش كتمثل؟ كتمثل بكل بساطة عدد مبيان يمثل عدد حشرات القرموزية في كل شجرة بدلاء السنوات خلال الفترة الأولى والفترة الثانية، متفقين؟ عندي منحنيين، منحنى دائما متصل كيمثل المكافحة البيولوجية، والمنحنى المتقطع كيمثل لي معالجة بالمبيد الذاتي. مزيان الشباب. يلا سؤال ثلاثة، ماذا يقول؟ اعتماد على وثيقة أربعة وعلى مكتسباتك، مكتسباتك الدرس، داكشي اللي حافظ في الدرس، يفتح لك باب من الدرس. مزيان. إذا حدد طريقة المعالجة الأكثر فعالية خلال الفترة واحدة وخلال الفترة اثنان، علي جوابك. إذا مش كيقول لك حدد الشباب، يعني بكل بساطة كما كنقول لك، كنقول لجميع التلاميذ ديالي، ضع لي جوابك حدود، يعني ما تكثر ما تقلل، واضح؟ مباشرة تستخرج من الوثيقة وحدد، واضح؟ يعني كل جواب ديالك مباشر، متفقين شباب؟ بدون اخذ ورد. اذا حدد طريقه المعالجه، هادشي فين؟ في الفتره واضح الاولى والفتره الثانيه، متفقين شباب؟ اذا الفتره الاولى واضح كيف ما كتشوفوا العدد الحشرات انخفض بسرعه في استعمال الطريقه الاولى المعالجه بدادتي، اذا هي الاكثر فعاليه. الله يعاون، جوابكم بحال ما واضح. الفتره الثانيه استاذ شنو واقع؟ الفتره الثانيه العدد ديال الحشرات القرموزيه انخفض بزاف بالنسبه للطريقه الثانيه المكافحه البيولوجيه، اذا المكافحه البيولوجيه الفتره الثانيه هي الاكثر فعاليه. متفقين شباب؟ مزيان، واضح، مزيان. اذا نعتمد على الجواب معتمد سابقا كما كتشوفوا امامكم الشباب. مزيان. اذا الان السؤال باء، اذا السؤال باء، فسر تطور عدد الحشرات القرموزيه في حاله المعالجه باستعمال المبيد الحشري الديتي خلال الفتره اثنان. وهذا المشكل اللي طرحته في راسي. لاحظوا معايا، فترة اثنان دوك ارتفاع بطبيعة الحال ملحوظ، ديال اش؟ ديال هاد الحشرات القرموزية، متفقين؟ دونك قالك في السر، قالك علاش؟ علاش هاد المشكل هذا؟ متفقين؟ علاش هاد المشكل؟ إلا لاحظتوا في الأول، الفترة الأولى شنو وقع؟ كاين انخفاض ملحوظ ديال عدد الحشرات باستعمال المبيد، دونك من بعد بحال قلت يهجموا، يهجموا الحشرات وارتفعوا بزاف، دونك ربما بطبيعة الحال خداهم بطبيعة الحال ما يسمى بطبيعة الحال ب المقاومة البيولوجية، واضحة شباب؟ أو المناعة البيولوجية شباب، متفقين متفقينش؟ دوك الحشرات اكتسبوا بطبيعة الحال مناعة أو مقاومة بيولوجية ضد المبيد الكيميائي، وبالتالي ارتفعوا بشكل ملحوظ، متفقين الشباب؟ مزيان، هذا هو التفسير المنطقي، متفقين؟ بكل بساطة، نحاول أنني ما نضغطش على راسي باش يلاه بطبيعة تسخر الجواب بطريقة سلسة وذكية، أوكي؟ مزيان. اذا مشوا يا شباب، سؤال رابع، سؤال رابع، اعتماد على ما سبق وعلى معلوماتك، دائما كيفتح لك مطب النافذه بس تستخرج معلوماتك من الدرس. استنتج الطريقه الملائمه لمعالجه اشجار البرتقال المحافظه على الانظمه البيئيه. لاحظ، نعالج البرتقال، لاحظ مزيان، نعالج البرتقال ونحافظ على الانظمه البيئيه، رد البال على مستوى خليج اكادير، واضح؟ ملي غنستنتجها علل، قول علاش، ونرتب الجواب ديالي، استنتاج هو الاول عدد التعليل هو الثاني، واضح؟ ما درتش تعليل هذا الاستنتاج، لا. إذا الاستنتاج الطريقة الأكثر ملائمة بكل بساطة هي المكافحة البيولوجية، متفقين؟ منطقيا هذه، واضح علاش؟ حيت كنستعمل حشرة غتقتات على حشرة غتغدى على حشرة أخرى، وبالتالي غنحترم السؤال ديالي، واضح؟ غنعالج أشجار البرتقال وغنحافظ على الأنظمة البيئية يا شباب. إذا هي الطريقة الأنسب، هي الطريقة المثلى، متفقين الشباب؟ ما غتلوش البيئة بكل بساطة. مزيان. اذا نعتمد ايضا الجواب معتمد سابقا كيف ما كتشوفوا امامكم على الشاشه، اوكي؟ مزيان. اذا شباب الى هذا الحين غنقول كملنا التصحيح ديال الثمان رابع، وبالتالي كملنا الجزء الرابع من تصحيح الامتحان الوطني للدوره العاديه 2019 للسنه الثانيه بكالوريا مسلك علوم فيزيائيه. اذا تسنون يا شباب مع تصحيح امتحان وطني اخر ان شاء الله في الحصص المقبله وفي الفيديوهات المقبله. الى هذا الحين غادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.